بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. تنعقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم حصن الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في مناسبة تاريخية فريدة، يلتئم عقد هذا اللقاء في مناسبة أداء السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بعد أن حاز ثقة الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة ليتسلم الشعلة ويحمل الراية ويواصل الوفاء بالأمانة التي انتقلت إليه من سلفه الجليل المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي استودعته جماهير المصريين ثقتها في إدارة شؤون البلاد رئيسا لها لفترة قاربت على العام، تمكن خلالها بتوفيق الله وسداده ورشاده وبثبات موقف واستقامة رأي والتزام بالعدل وحكمة في مواجهة المحن والشدائد أن يعبر بالبلاد إلى شاطئ الأمان، تحية لهذا الشعب العظيم الذي صاغ بدمه وعرقه ونضاله وبفضل مئات الشهداء وآلاف الضحايا من المصابين، ونسج وقائع المناسبة التي تجمعنا في رحابها الآن لأن الشعب هو البطل صاحب هذا اليوم. باسم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أتوجه إليكم يا سيادة الرئيس بخالص التهنئة على الثقة الغالية التي أولاكم الشعب المصري إياها وأنتم أهل لها جديرون بها عندما كان اختياركم إلى جانب الشعب المصري عونا له ودعما لنضاله العادل من أجل وطن حر كريم. وندعو الله أن يتحقق في ظل ولايتكم بمشاطرة فاعلة حقيقية من الشعب ما ينشد بلوغه من حرية وكرامة وعدل وتنمية في غد أفضل وأزهى وأكثر إشراقا بالأمل والرجاء. يبقى في النهاية أن المحكمة الدستورية العليا كلها تغمرها السعادة والرضا وهي ترحب بعودة القاضي الجليل عدلي منصور إلى بيته الأصلي ليشغل مقعده الشاغر بعد طول غياب عن المنصة العالية رئيسا للمحكمة، يشارك زملاء أجلاء في إرساء العدل وإعلاء سيادة القانون وحماية الدستور. وحسبنا في هذا أن نقول له إن مصر كلها تشكر لك ما أديت وما أنجزت وما أوفيت. والآن إعمالا لنص المادة 144 من الدستور، أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.